كعاده النجوم في البطولات الكبيره بيطلب او بتطلب اتحاداتهم او الاجهزه الفنيه يبقى عليهم حراسه خاصه، هل طلب هذا الامر بالنسبه لمحمد صلاح في هذه البطوله؟ خلينا نكون امين مع حضرتك، انا الحقيقه يعني لم يطلب مني شيء، ولكن انا برضو من منطلق محاولتي ان انا كسفاره لمصر موجوده هنا لابد ان انا اتخذ كل السبل لحمايه اي مصري موجود، وحكم معرفتي بحجم الكابتن محمد صلاح طبعا وبحجم وحب جماهير للمنتخب الوطني ككل، انا تواصلت النهارده تحديدا مع رئاسه الجمهوريه الكاميرونيه، انا الحقيقه فضلت ان انا اوصل لاعلى درجه ممكن اوصل لها، رئاسه الجمهوريه الكاميرونيه، وطلبين بشكل محدد، الطلب الاولاني هو حمايه اللاعبين في اثناء تدريباتهم وتحركاتهم وبالذات الكابتن محمد صلاح، احنا شفنا كلنا اللي حصل في انجولا، ومحدش عايز هذا الموقف يتكرر مره ثانيه، رغم ان الحقيقه الكابتن محمد صلاح الراجل الحقيقه وقف وما رضاش ان هو يعمل اي موقف مخزي او محرج للمتفرجين اللي حاولوا ان هم يقربوا منه، رغم ان ده فيه خطوره عليه، لان ما حدش ضامن برضه رغم كل الاجراءات الاحترازيه ان ممكن يكون حد حامل مرض معين او يؤذي ما اعتبره ايقونتنا المصريه. فانا طلبت هذا الطلب من رئاسه الجمهوريه، والطلب الثاني الحقيقه ان انا طلبت بالذات قبل الماتش الاولاني ان يكون في محيط الفندق اللي هيقيم فيه المنتخب الوطني حراسه مشدده ومنع لاي نوع من انواع التشجيع الافريقي المعروف، حضرتك عارف طبعا ان هم بيبقوا غاويين ان هم يقعدوا يطبلوا ويزمروا والابواق والفوفوزيلا ويمنعوا حتى الناس انها تنام، وده بيبقى هدفهم عشان اللاعبين يبقوا تعبانين وما يقدروش يلعبوا كويس. والحمد لله يعني السكرتير الرئيس اللي انا كلمته وهو من الشخصيات المؤثره والقويه جدا في الكاميرون، وكان هو اللي نزل مصر بنفسه لو حضرتك تتذكر عشان يحضر اللجنه التنفيذيه اللي اقرت حق الكاميرون في تنظيم البطوله، كان الكلام ده الشهر اللي فات، واقرت حق الكاميرون هو بنفسه اللي نزل علشان يحسم الامر، وفعلا تم حسم الامر، وفي نهايه اليوم اعلنوا ان الكاميرون هتنظم البطوله في معهد. هذا الشخص شخص قوي جدا وشخص قادر على الوفاء بوعده، وهو وعدني ان هو هيبلغ السلطات واذا احتاج الامر لمزيد من قوات الامن لاتخاذ اللازم لتنفيذ الطلبين بتوعي هيقوم بيهم ان شاء الله، فما فيش ان شاء الله من الناحيه دي اي مشكله.